حجة ابن الحسن سيدي فانهضم صبرنا قد نفد في البلا والإحن أمرنا لا يشد في الملا قد يزن فالفتى من يلد بالهدى لا يئن كلنا ينتظر والورى فيه غضن أنت منجي البشر من عمى أوكتا. بعد يعني ظهور الإمام المهدي في مكة المكرمة وينادي أنا المهدي المنتظر، يأتي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام ويقف ويزور الإمام الحسين في كلمات تعبر عن مكانة وقيمة الإمام الحسين. فإذا نقرأ التاريخ أن الإمام المهدي المنتظر الذي يعني سوف يحيي الدين ويملأ الأرض عدلا بعد أن مولد ظلما ويأتي لزيارة إمام الحسين، فنحن نقول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه: نحن سائرون على خطاك، نحن سائرون على منهجك، على سيرتك إن شاء الله عندما يعني تظهر لهذه الدنيا الفانية. ونقول أن جدك الإمام الحسين له مكانة في قلوبنا، ونحافظ على هذه الثورة إلى أن تظهر عجل الله تعالى فرجك الشريف. حجة ابن الحسن، حجة ابن الحسن سيدي فانهضم صبرنا قد نفد في البلا والإحن أمرنا لا يشد في الملا قد يزن فالفتى من يلذ بالهدى لا يئن كلنا ينتظر والورى فيه غضن أنت منجي من عمى أوكتا. هذه خطوة عظيمة في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.